اشترك الآن في قناة اليوتيوب. فال ما انتبهش. ما فال فال F-A-L. فال. وي فال محمدية. فال فال مزين. نتفائل بالخير لعلنا نجدها. بارك الله فيك أستاذ مصطفى. محمدية مرحبا لله. الله يطول عمرك. أنا أستاذ مصطفى بغيت نقول لك القصة ديالي ما كتختلفش بزاف على السيدة صوفيا من فاس. أها. والسيدة رحمة. نعم. ديال اللي هضرت دابا عاد شوية معاكم من طنجة. أيه. تقريبا نفس الشيء. واخا نعيش تجربتك الخاصة. واخا أنا علاش عيطت لك؟ عيطت لكم لأنني كنسمع دائما من نهار اللي كنسمع السيدة صوفيا والناس كيدخلوا وداك الشيء كيطلبوا من المرأة بعد تصبر والراجل ما كاينش اللي كيقول له شي حاجة وبعد الأحيان كترجع المرأة كاع غالطة. هو غلط ركبوا الغلط من راسه لساسه وكترجع المرأة غالطة. طيب فهمتيني أستاذ مصطفى؟ استوعبت كلامك. اللي كيقولها انت اللي خرجتي مثلا وخليتي الراجل، اللي كيقولها انت ما كتلبسيش مليان، اللي كيقولها انت. انا غنقول لك قصتي. واخا عندي 31 سنة تزوجت في 2000. عندي 25 سنة. تعرفت على الزوج ديالي بمحض صدفة، يعني تعرفنا في انفول في طيارة. انا كندير كوميرس وهو نفس الشيء. هو كان الكوميرس ديالو صغير، ماشي شي حاجة نقولو هذا، المهم شوية من الناس اللي كيجيبو من تركيا وعادي وداكشي. انا اللهم لك الحمد العائله ديالي كانت معاوناني، و بحكم انني كنهضر 8 ديال اللغات ما كانش عندي مشكل. عندي لي فورنيسور في كل بلاصه. شنو هما اللغات اللي كتكلم بهم؟ جوجنا عندي بزاف اللغات، يعني جو بارل لو روس لالمو ليتاليان الاسبانيول لونجلي بلا اللغه الام بلا هذا. عندي لغات لانني سافرت بزاف. وعندي باك بلس 4 والحمد لله، يعني قريت واللهم لك الحمد، الحمد لله. ما عنديش مشكل في الكومينيكاسيون ولا في شي حاجه. نو هو استفد من هذا الشيء من زوجنا. كان كيصيفطني انا، كان كيصيفطك انت تديري له التجاره، يعني تروجي له ولا تسوقي له التجاره مثلا ديالو. كان شي جروب مثلا ديال لي روس خصني انا نمشي. كان شي اي حاجه خصني انا نمشي، كنقول انا راجلي وكنتعاون انا وياه. رزقنا الله بجوج بنيات تويميات بنيتات. جلست واحد المده باش تعرف الانسان ملي كيولد الدوام ملي كيعاده راك عارف. عييت وجلست شويه وهذا ومور داكشي صافي الحياة عاوتاني وليت جي روبخي لي زاكتيفيتي ديالي وليت عاوتاني تنمشي للسنة هادي. واحد النهار من النهاير وقع لي بحال هاد السيدة هادي. عندنا حنا واحد الحفلة ديال لا سوتنونس، المهم ديال واحد السيد من لا فامي ديالي ان كوزان. قال لي انا ما غنحضرش، انت اللي غادي تمشي. قلت له اوكي. مشيت انا وداك الشيء. كتعرف المسائل ديال العيالات صباط ضيرة عيانة. انا قلت غادي نرجع في حالتي للدار. دخلت للدار كنجبر وحده خارجه من داري، فتحت انا وياها في الباب خارجه. احنا عندنا جوج البيبان. الباب الاول والباب الثاني. فتحت انا وياها في الزرده، يعني السيده خارجه شافتني هكا احنا ترسى وهربت مشات تجري. ما كنعرفهاش. سي ان فام كجوكوني با ما عرفت. دخلت للدار لقيت السيد كيبدل في حوايجو. شكون هذيك اللي خرجت؟ قال لي ما شفتش. ما شفتش صافي مو تينكر كاع. ما شفتش. لا ما شافش. مع ان هادي دار ماشي عماره، دارك. دارنا وهادي كيفاش؟ لا ماشي عماره. لا راه تنقلت لك مع ان هذه دار ماشي عماره. دار ماشي عماره. لا هكاك ماشي عماره.
جاي ما نعرف ما هاديك، ما في وحده جات عند الخدامه. قلت له الخدامه ما كايناش اصلا، ما كايناش داك النهار، ما كانتش عند من جات عند من هادي. نوضت انا وياه في الصداع، جاو الناس لا فامي ديالو العائله ديالي، تدخلات لا ما يكونش فيك الوسواس وانتي وكيني وميني وهادي. واحد النهار هكاك حتى رشقات له وقر لي بوحدو بوحدو، قال لي اسمح لي، وانا بحال بحال حسبت اني بالضامر يمكن. انا كنت جبت واحد البيعه وشريه كبيره بزاف، وقلبو فرح بزاف. منين فرح بغى يمكن انا كل بغى يكفي، بغى يفرح قلبي بداك الطريقه. قلت كي قر لي بغى يكفي، انا مني ماشي قر لي بداك الشيء. يقول لي فوالا انا درت ودرت ودرت ودابا اسمح لي، ودابا هذه ودابا ودابا وهذيك راها كانت كتجي عندي المحال، وكانت 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 زعما داك القضيه ديال طيحاتني في الراديله هي ماشي هو. youtube.com/mfmhd انا ما نكذبش عليك اسمي مصطفى، انا شتي كون لقيتها في راسي والله ما نهضر معاها، والله ما نهضر معاها. هي انسانه بحالها بحال اي وحده لقات راجل مشات معاه. انت في نظرك اللي خصك تحاسبي هو راجلك، على حقيتاش راجلك اللي كتربطك به العلاقه ماشي هي. الله يعطيك الصحه، هادشي اللي كنقول حتى انا. هو اللي عندي علاقه معاه، هو اللي بات بنياتي، هو اللي عندي في العقد ديال الزواج ماشي هي. ما كنعرفهاش دخلت للدار ولا دخلها المحل ولا ما نعرف، انا ما داكشي ما كيهمنيش. قلت له صافي نسى داكشي، دابا قريتي لي الاعتراف بالخطيئه كيتعتبر نصف خطيئه. الله يسامح، وانا راه سمحت. قلت له انا ماشي غشيمه، وراه ماشي المجي ديال لي بارون ديالك ولا ديالي انا هو اللي جعلني انني تنازلت وسكت وغمضت عينيا. راه لو في اننا عاد زوجنا وعاد ولدنا ويسمعونا الناس طلقنا ماشي مزيانه. وكما قلت انت سي مصطفى ترياب راه ساهل، ساهل بزاف. ولكن سي مصطفى راه البني كاين البني المغشوش، كاين البني اللي ما عنده لا ساس لا راس. كاين الخيانه اللي كتكون حاله مرضيه ومتكرره وتسعى داك الشخص اللي غادي. الله يعطيك السكر. دابا شنو وقع؟ حنا تزوجنا قلت لك في 2000، اييه هادي دابا 5 شهور تقريبا. مشيت عندي واحد الاخت ديالي في اسبانيا، قلت له رانا توحشت بغيت نمشي عندها وداكشي، قال لي سير وفي نفس الوقت شوف شنو كاين ما يدار تما وشنو هذا وجيب معاك السلعه ودير. قلت له داكوغ مشيت. حجو حاجه انت راكي غادي على لا انت غادي انا عمري نمشي خاويه ونجي خاويه، ديما بالباكاج ديما شويه الراحه وشويه الخدمه، ديما خصني نخدم انا. هو يمشي يبيع ويشري ويكسل رجليه في القهاوي ويدور في الطوموبيلات وما كاين مشكل. المراه كتخدم زنقه ودار وعليها الضغوطات، والى نقول لك اسي مصطفى راه اون فام سيغ دو في المغرب راه كتعيش ديبريمي، والفانيد واللي ما كتاكلش الفانيد عايشه باللويزه والسالميه. قولك لكن كثير من السيدات ما درتش الاحصائيات، ولكن على حسب اللي كنقيل نشوفوا للناس اللي كنتعامل معاهم لي لي فورنيسور الخدامه اللي النار يعني كاع اي حاجه راه دائما الشكاوي ديال العيالات راه صفاطا راه يبا دارموني عندنا في لي كوبل راه صفاطا. المهم نتا انا مشيت لاسبانيا وخوتي كيسكنوا عندي اختي وخاي بلوتو جوج كيسكنوا في لو نور ديال ليسبان يعني منهم لفرنسا بعاد بزاف يعني. قال مع بالو راه ها بون مشات لاسبانيا راه غادي تجلس راه هادي راه هادي. انا مني مشيت مشيت في واحد الوقت كان الصيف وعندهم في ذاك المدينه اللي هما فيها كاينه طرو دي ميديتي اكثر من المحمديه واكثر من الدار البيضاء واكثر من اي واحد الميديتي انسيبورتابل ما كنستحملهاش. شدتني واحد الحساسيه تما وشدني هذا وتخنقت وداك الشيء، وقلت بون انا جو في ندخل في حالتي للمغرب
وما عندي لاش نجلس هنا بزاف حتى يكون الجو بارد وهادي، عاد نجي نصهد وصافي، ما قدرتش على داك السخونيه وداك هذا السخونيه مع ليميديتي، فهمتي كيف خنقت. جيت بالليل لقيت واحد لو فول جيت فيه بالليل ديال رايانير، جيت غير في رايانير، جيت فيها في الليل. منين جيت بالليل عاد كنخلي الطوموبيله في المطار، ما عيطتش عليه، ما قلت له اجي موراي لا والو، ركبت في الطوموبيل فيه ودخلت. صافي منين دخلت انا عارفه نعاسه خفيف بزاف، وكيتعصب الى نوضو شي واحد من الناس كيتعصب. حاولتي تدخلي ب ب ب ب ودخلت غير بشويه عليك، ومشيت لواحد الشومبر بعيده على فين هو كاين، ونعست في حالتي حتى الصباح. الصباح فقت ما عليا ما بيا، ماشي كنحل الحمام ديالي. انت في اعتقادك باللي راك انت ما بغيتيش تزعجي راجلك، هذا هو الاعتقاد ديالك. فوالا انا هادشي اللي كاين، زعما ما عليا ما بيا، نعست في حالي، دخلت لداري نعست وقلت الصباح كما كيقولوا المصريين الصباح رابح، الصباح ان شاء الله ماشي عاد نشوفو ونشوف البنيتات وعادي. حليت ماشي الصباح، راك عارف لا طواليت الانسان غادي يحك سنانو غادي يغسل وجهه غادي عادي. حليت الحمام ديالي، فاذا بجوج الناس في البينوار كيتحمموا. غنقول لك السي مصطفى، هو غوت جاتو بحال خلعه، طلق واحد الصوت، داك الصوت اللي دابا انا كنسمعو في ودنيك. كنسمعو في ودنيك، صوت قوي، داك الصوت ديالو تروماتيزاني انا. هو خلعني دابا ملي غوت، هو خلعني. لانني انا واحد الانسانه اللي ماشي خفيفه في التصرفات ديالي. خرجت صغيره للمارشي، فهمتي، خرجت صغيره للقرايه ولا المارشي ولا لكل شيء، خرجت له صغيره. يعني كنعرف بان الاتزان هو احسن حاجه، والانسان ما ياخذش القرارات في الساعه ديال الغضب او تقدري توقعي اي حاجه، تقدري تتعاملي معها بذكاء يعني باش تخرج. هو غوت ديك الغوطه درت هكا في السيده، لقيت راسي كنعرفها يعني youtube.com/mfmhd قريبة بزاف، ماشي اختي، لا ابدا ماشي اختي، ماشي بنت عمي، من العائلة. يعني انسانة من الفاميلا ديالي انا، ماشي ديالو هو. شدرت سديت عليهم الحمام من على برا، بقى هو كيفرع في الباب، كيفرع كيقول هادي غاتش بالبوليس، الاخرى خلاص ما عرفت الحالة ديالها كيفاش كانت، الله اعلم بها. وانا شنو درت؟ جيت اليوم وخرجت على برا، وبقيت شاده في راسي وكنفكر شنو نعمل. صح عليا غادي نعيط للباه مو رأفة بها بدك السيده لانها مرة طيبه، رأفة بها ما عيطتلهاش لانها مريضه بالقلب. كنت يلاه درت اوبيراسيون كوغو في غمو. عيطت لبابا وعيطت لعمو وعيطت لجوج خوت ورجال، غير علاش؟ غير باش نتبتع عليه. وصلت لهم قلت لهم اجيو عندي، راه عندي شي مشكله عافاكم. جاو كيجريو ما تاخروش، جاو كيطيرو كيسمعوا داك الفريت بدات كيقولوا لي شنو هذا. عطيت الساروت قلت له سير حل سيدي داك الباب، لا بغيتي تعرف شنو كاين. حل، خرجت كيهوت يا لطيف يا لطيف، كنسمع واحد الكلمه كيقولوا ستر راسك ستر راسك، ما تهضرش معايا ستر راسك. الحوايج ديالها خلاتهم في بيت النعاس ديالي، حوايجو في بيت النعاس ديالي، حتى حاجه مدخلينها معاهم. كاين في الحمام فيه البنوارات، فيه لي سيرفيات صافي ديالي انا، ديالو هو، كاين شي حاجه شي فوطه شي حاجه بحال هكا. قال لي شنو هذا با؟ قلت له سول ولدك شنو هذا. عمو جا لعندي ضرب لي واحد التعنيقه، قال لي مزوق فيك بنتي، خليت لك الطعام ياك ما عيطتي للبوليس. قلت له انا بنت عائله، ولا فضحت راجلي، فضحت راسي، فضحت بناتي. انا بنت عائله، قلت له ما جبتونيش من الزنقه، قلت
عطوني مقطع الى ما نزيدش في الخر شوف. اها وسولتوا عليا 7000 واحد عاد خطبتوني. اها ما غاديش نمشي للكوميساريات وما غاديش نجيب البوليس وما اناش وجهي لا ديال البوليس ولا ديال الكوميساريات وانا البوليس ما كنشوفهم الا في المطار عارف نزلوا طلعوا ليلا صوبت شي ورقه لا غير كنعرفهمش. ايوا قال لي الله يرضي عليك الله يرحم والديك وهذا وحنا غنشوفوا شنو غادي ندير قلت له ما كاين ما غادير. النهار الاول تنازلت قلت له تفتحت انا والسيده في الباب قلت له عرفتي اش غادير تقول له دابا ايه شدوا السربيت هنا في الباب ونبداو نشد انا لوتوريزاسيون باش ندخل لداري. فوالا قلت لهم بدينا ناخذ لوتوريزاسيون من عندهم هادشي راه بزاف وزيادة على أنني قلت له مرأة محسنة راسي أنا ما عرفت السيد هذا شما مر بغي يجيب لي أنا راه ما يمكن ليش أنا نبقى أول حاجة غندير قلت له أنا غادي نمشي نقلب راسي بعد هذه هي الأولى. هو خارج ما نقولكش الحالة ديالو واحد الدرجة أنني واحد الوقت حنيت دابا هو فاش شكون اللي كان جا عندك ديك الساعات للدار كيفاش جا جا عندي باه وعمو وجوج ديال خوتو وشكون اللي مشى حل يطلعوا ماشي جاو انا يطلعوا اي عرفت وشكون اللي حل عليه بالساروت باه انا عطيت الساروت لباه في ديك الحاله هذيك حل عليه لقاه هكاك في ديك الحاله لا ما قال لي خوه من بعد قال لي كان ملوي في الريدو مدرق مو الريدو وكيطلع علينا هكا باك يقول له ستر راسك يقول له حتى وجهك ستر راسك البغلي نقول لك واحد الحاله زعما هذا اللي بغيت نقول لك سي مصطفى لا دابا انا بغيت انا اللي بغيت نقول لك كل ايه تقلبات بعدا كل ايه تقلبات وكنت انا اللي في ذاك الموقف واش كاين شي واحد اللي غايقول له والله سامح واسمح لها وما كاين مشكل المراه الا غلطات او دارت شي مصيبه او دارت شي ما نعرف لان راه كاينين غيرات كيديروا هكا راه ما كاينش اللي كيسمح لهم السي مصطفى. كنت درت موضوع كنت درت موضوع ديال الخيانه انا وكان من سنوات مع هشام بالحاج كان معايا في الاخراج وكانوا كان واحد العدد ديال الاخوات كانوا قالوا لنا بان حنا ارتكبنا فعل الخيانه لانه داكشي اللي داروا الرجال ديالنا حتى حنا درناه وكاين فيهم اللي ارتكبت فعل الخيانه اللي درتي بحالو باش فتيه لا اسمح لي مرات تكون محصنه والمراه كتحمل السي مصطفى خاصها تحافظ على راسها تحافظ على داك لا ديناستي ديالها تحافظ على بزاف ديال الحوايج انا اللي درتي بحالو باش فتيه لا راجل او مرا هذا هو انا بالنسبه ليا الانسان اللي مربي والانسان اللي على خلق والانسان اللي هادي راه ما ونزيدك حاجه سي مصطفى راه ما كاينش تقول بحال قبيله لو كا ديال داك السيد هذاك رحمه قالت لك كانت كتلبس حوايج موتيرين وهذا وتكون زعما هي مولات الدار ما كديرش هكاك مع راجلها لا سي مصطفى انا ماشي من داك النوع انا انسانه اللي ما كنخليش لراجلي علاش يهضر بصفه نهائيه ويسمحوا لي المستمعين على واحد الكلمه الا قلتها ما يحسبوهاش غرور مني غير باش نقرب لكم الصوره انسانه عندي جمال فوق العادي لو كون ما خدانيش كون حماق لو كون خطاك وخرج له العقل وما قبلوش به عائلتي في الاول ما كاينش تكافؤ في بزاف الحوايج ما قبلوش لا الوالده لا الوالد واحد ما قبلو انا اللي عطيت عليه انا اللي قلت لا علاش وعلاش انتوما عطاكم الله ومسك عليكم الله هو دابا حتى هو يدير وداك الشيء داك الغداي اللي زعما عائلتي حقراتو في الاول وما بغاوهش بغيت نبين لهم على انه راه دار وكنت كنعاونو باش يبان الصوره قدام عائلتي شداتك مرا وزيداتك القدام راه كاين العيالات اللي كيكون الراجل ما كيخليوهش واقف في بلاصتو كيردوه اللور 70000 خطوه انا شديته من اللور وجريته وبقيت جراه 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 لي البلايص اللي عمرو ما حلم في حياته او الناس اللي عمرو ما حلم في حياته youtube.com/mfmhd الناس اللي وقفوا معاه في خدمته والناس العائلات والناس الطيبين والناس اللي يعني اللي
اللي ينفعوا في حياته كامله. وما عمري عايرته بشي حاجه، وعمره ما سمع مني شي كلمه، ولا عمري قلت اه. نجي مهلوكه نازله من انفول كتعرف الديكالاج اوغيغ ديال ما بين دوله ودوله، كنجي مهلوكه وكنقوم بالواجبات ديالي ديال الدار ما بغاو يكون ونلبس ونقاد ونجي نجلس حداه، ما نتمنى عليه، ما نقول له عيانه، ما نقول له مريضه، داكشي ما عنديش ما عنديش داكشي. كون كنت من داك النوع هذاك نعطيه حق، قل اه ايه انا حاجه وحده. ملي بقيت كنفكر علاش دار داكشي قلت له حاجه، قلت له انت انا عرفتك في ضعفك، وكنت لو تيموان دو تا فيبليس اي تا بوفغوتي، دونك كان خصك ديبراسا من داك لو تيموان، خصك شي وحده اللي تعرفك في جهدك زعما ملي وليتي مجهد وتمجهدتي كي خصك ان تيموان اللي جديد اللي يعرفك، فهمتي الفكره؟ يمكن الا قدرت نستوعب انت الفكره اللي بغيتي تحاولي توصلي ليه، زعما بما انك تمجهدتي وتقويتي حيت كنتي من عالم كان شويه ديال الفقر والحاجه، انت دابا حاليا خص بغيتي شي وحده اللي تقوى عليها وتبين ليها بانك انت الاقوى كراجل، وانت التالي اللي تقدر دير ليها بزاف الحوايج في حياتها. لكن انا عمرني ما قلت ان الفقر عيب، وعمرني ما قلت ان نحقر انسان فقير. لا انت فقط بررتي لي غير داكشي اللي كيدير. ابدا انت فقط أبداً. لقيتي مبرر غير داكشي ديال ديك الخيانه ديالو، لقيتي لها مبرر. ابدا انا راسي مصطفى فاند ميناج ديالي راه كنديها لدارهم وساكنه في دور الصفيح، وكندخل عند باها وعند امها ونجلس معاهم وناكل معاهم ونشرب معاهم اتاي وندير معاهم كل شيء وكنحسبهم بحال عائلتي. عادي ما كنحقرش حتى شي بشر. لا عادي معلوم عادي. لانه مولد 19 وانا بنت 19 عادي. الا عطانا ربي شي رزيق ولا شي حاجه راه ماشي باش نتقوى وبيع على الناس. كنتقاسموا مع الناس. وحتى اللي ما تقاسمش ما يحقرش. هذا هو. ما يحقرش. لا ما يحقرش. ماشي شي من المسلم ولا شي من المؤمن ولا شي من كاع بنادم. راه الحيوان اللي ملي كيحس براسه قوي كيبدا يهبط على واحد اخر كينزل عليه ضعيف. اما البني ادم اللي فيه الادميه واش يكون هكاك؟ هذا دابا بحال تجبر يعني ولا هذا ولا كيحس براسو شنو دونك غادي نجيب وحده اللي بغاها راه يقدر بداك الشيء اللي عنده، راه اللي بغاها غادي يجيبها هكاك. هذا فانتاستيك. واخا انا دابا هذه 5 شهور دابا كيقول هو ما غاديش يطلق، وانا ما طلبتش الطلاق ديالي. انا خليته غير يحماق وصافي. انا درت انا خدمت سكون ابيل مسمومه ما نكذبش عليك صراحه نقولها لك. بردت دمي لابعد حد، بردت بزاف لدرجه ان ذاك الانسانه ما فضحتهاش في العائله. لمينا القضيه انا وباه وخوته مو ساقط الخبر خلاص، ولكن ماشي انا اللي قلتها لها، ولادها اللي قالوا عليها. والديك ساقوا الخبر؟ والدي ساقوا الخبر، ما قلت لهمش شكون درت بحال داك السيدة صوفيا دفاس، ما قلتش شكون هي، ما قالتش اختها، وانا ما قلتش فلانة. ماشي رأفة بها ولا رأفة به هو، ولا ما بغيتش نكون حديث كيتداول في طويلات ملي يجلسوا يتغداو ويتعشاو الناس. انت بغيتي تكوني حاله من الحالات العاديه اللي كيطراو ديال الخيانه، ولاني جيت لقيتو هو صافي كما كيقول واحد المثل كيقولوه العروبيه الناس ديال الباديه كيقول لك الهمهم البقره. ما تراح يعني هذاك راجل يعني صافي فين ما مشاك حمص يعني معاه عادي يعني انا ما صافي وخليته. رحنا عايشين في دار وحده سي مصطفى. اييه ما كيهضرني ما كنهضرو. هو شاد جناح وانا شاده جناح انا وبناتي.
كاينه بنيات وخلاص عايشين عادي يعني تطبقين صغار. اي طبعا كيشوفوه كيشوفوهم كيتواصلي معاهم. كيجيو لعندو كيجيو لعندي كيهادي وهو خليته غادي يتفطح. علاش؟ اليوم غادي تفتخ الشركه غدا غادي تفتخها، اليوم غتفتخها غدا غتفتخها. خليت له العادات. العادات غير حماق. لان راه الا انا هزيت راس المال ديالي وهزيت المسائل ديالي كامله هو هبط للحضيض رجع اكثر من اللي كان. وانا ما بغيتش بناتي يجي واحد النهار ويقولوا لي عملتي لنا البابا ودرتي البابا، لان غادي يكبروا واحد النهار وغادي تشدهم وغادي يعاود لهم يقول لهم ايه انا غلطت ولكن راه هي غلطات اشنو عملت لي. ولا سيما راك عارف راه كنا عندنا بطواتنا وكنحسوا راه واخا دير الوالده ديالي ما عرفتش شنو الوالد راه يعز عليا يعز فهمتي ما قلت مع بالي انا غنكسب بناتي بداك الطريقه غنكسبهم غنزيد الماركي ان اوتر بوا عليه. ولكن راه مع المدة ومع الوقت ومع الحياة تلقي رسكو في طلاق عاطفي كبير جدا وانت في حاجة لراجل كيف ما هو في حاجة لمراته. نكذب عليك السي مصطفى دابا انا بقى في الاخر خدمة ديالي ما كنساليش عقلي فوقاش كنسالي فوقاش علاش انا كنسهر معاكم دابا نهار الجمعة كنسهر معاكم صافي لان السبت والحد الاغلبية ديال هادو سادين ديال المهم ما كتكونش كتكون عندي القضيه شويه بارده نهار باش انا كنسهر معاكم تخرجوا ماشي بزاف ما كنسميكمش بزاف وماشي شي حاجه الوقت ما كاينش وخا نوضح بكري وخا التزاماتك التزاماتك في الخدمه ومع البنيته حتى هما تكون كل وحده شيء طبيعي شيء طبيعي. البنيتات كاين اللي كيعاوني فيهم ما نكذب على الله لا هي ديك الشوفه فيهم الصباح وكل واحد تشوف في حاجياته راه هذه حاجه مهمه بزاف اكيد. وشنو نقول لك حنا في دار وحده ما كنتشافوش كاع ما كنتشافوش ما كنتشافوش ما كنتو كطلع له لاصو السيجور ديالو ولا بيتو ولا براسو هو قلت لك خاصني هو واخد جناح وانا جناح دار صغيره وانا جناح ما كنعتبروش كاع كاين في الدار هو ما كيعتبرنيش يعني هو ماشي ما كيعتبرنيش هذا خايف مني ما قدرش يحاديك ما قدرش يحاديك. واحد النهار مؤخرا يعني هذه تقريبا 15 اليوم دخلت هكا مع الباب لقيته واقف في الجهه ديالي انا واقف ما هدرتوش ديك وهو يهز يدو تهزها ويضرب واحد طبله غادي نفرقعوا هاد الرمانه اشنو كاين اشنو واقع قلت له علاش عندك شي جنان ديال الرمان شنو تفرقع هنايا شنو قالت كنسد الفوضى قلت له كيفاش كدير مني ما وعندك الصح قلت له مني ما عملتلكش انا الفوضى اجي ديرها لي انت خرج عينك اجي اعملها لي انت قال لي عمري ما سحرني انا مزوج وحده ما سهلاش ديما كان كيسحبني انت انسانه سهله وانسانه قلت له اسيدي راه النمله كتقرص وتهرب كيفاش راه الايام كتعلم خديتيني بكوشه ايه ولكن راه الايام كتعلم راه ما كاينش شي واحد كيبيع ويشري وساهل هادي راه ما كايناش لان الدومين ديال السوق سي مصطفى كيعلمك تكون بالدارجة مزق وكطير كي تزاوق ميركور كطير كيعلمك تكون كتفهمها وهي طايرة شنو انت شنو قال لك عقلك شنو بغيتي دابا شنو بغيتي تطلق هل يدور حداك فواحد ما حابسك بغيتي مراتك انا ما بقيتش مرتك سالينا او على الاقل قلت لي يكون عندك شويه ديال حشم شويه على عرادك وخلي على الاقل الوقت يلبق مدينتنا ماشي يلاه دازت القضيه راه ما كاملاش حتى 5 مو هادي وجاي عندي دابا كتقول لي نفرق او ما نفرق الرمان شنو ما بغيتي تفرقع
فرقع الا بغيتي تفرقع شي حاجه فرقعها بسم الله. صافي وقت القضيه حقك ما قدرش باقي يهضر معايا ابخي، انا ما هضرتش معاه وكنخدم خدمتي وصافي. كي كنبغي نقول لك علاش دائما مطلوب من المراه انها هي اللي تصبر. دابا في لوكا ديال داك السيده داك صوفيا راه عرفتي بقيت كنتغدد انا ملي كنت كنسمع الناس كيقولوا لها واحد السيده من العيون الله يذكرها بخير والله يكثر خيرها هي ما دارت غير اللي قال زعما تحسب حسب افكارها وداكشي وكنحترم رايها، ولكن انا عندي راي ثاني. علاش غنعيش انا في الدل الا كانوا عندي كتافي وعندي عينيه وعندي رجليه؟ انا كنسميه دل مصطفى، انا كنسميه دل. ربما الناس ما تكونش متفقه معي، لان كما قلتي انت البني نبنيو ولكن يكون الحساس علاش تبني. وواحد مثلا مدخل اختك ايوا الا سمحتي له على اختك ما غيبقاش يحترمك من بعد، على ما دوز واحد الوقيته غادي يولي يدخل عمتك يدخل جو سي با ما نعرف شنو يبقاو يقولوا ايوا اختها كاع وسمحات لي عزاك وحده اخرى اختها كاع سمحات لي. راه كاين هاد النوع، كاين هاد النوع. فلهذا انا ما نقدرش نعطيها الراي ديالي لذاك السيده، انا ما نعطيهاش الراي ديالي. هي اللي كتعرف راجلها بطبيعه الحال وكتعرف علاش مطوي، واش النوع اللي الا سمحات له غادي يقدر يحبس ويتراجع ويقول لي نعس الشيطان وكنبغي مرتي ولا ما كنبغيها. هذه راه كلمه غير غلطت فيها وقلتها، ما نقولوا انا معاشر مرتي كلش كنبغي مرتي كان كيبغيها كاع ما يوصلها لذاك الحال. هي لو كان كيبغيها كره واقف معاها حدا امها امها مريضه هو يوقف معاها ويديها ويجيبها ماشي يمشي يتكسل في الدار وزيد عليه هذاك ديالي انا حتى هو يقول لي كنبغيك وداك الشيء تسيني راه ويدير لي الدراما ويدير لي هادي نو. انا داك الشيء كاع ما كنثق به، كنثق بالفعل كنثق بلي جات حتي كتبغيني نوض انا وياك ركزه وحده حنا نايضين للسوق نوضو كاملين. انا كنمشي وكنطلع ونهبط وانت مكتل مع راساتك وانا نخرج انت تدخل لي العيالات للدار بحال لي انا راني ما عنديش رجل ما عنديش ما عرفت شنو نو. علاش هادي اللي كنسميها انا الحقره؟ مع ان عدد كثير من الاخوات اللي تكلمتي عليهم ووضعتي مجال ديال المقارنه بينك وبينهم راه تبارك الله نجحات في حياتهم. ما فهمتش شنو قلتي لي. حيت قلتي لي زعما ماشي انا مراه ما عنديش رجل ولا زعما راه هاد الناس اللي كتكلمي عليهم راه تبارك الله عليهم كانوا نجحات في هذه غير إيه ما نختلفوش عليها اكيد اكيد معاك 200%. هي غير فاسون باغلي كنقولوها يعني واش تناقصني شي حاجه يعني تو سامبلومون. ما هي ماشي من بنفس المعنى ذاك المعنى اللي هذا لا لا حاشا حاشا لا ابدا. شنو نقول لك كنديروا اللي علينا youtube.com/mfmhd نقول لك انني من 2000 لحد الان عمر صوتي ما على ديالو. ومني كنكونوا بجوج كنخلي له داك القيمه قدام الناس داك وهذا الشيء اللي انا فيه وكنطير وكنطلع وكنهبط وكان هذا الشيء كله باش تكون عنده قيمه قدام عائلتي. ولكن واش ما كتشوفيش راسك باللي دابا في هذا الوضع اللي انت كتعيشيه معاه في هذه العلاقه الزوجيه بحال شي ما عرفتش انا غير مجرد فكره وصافي ما عرفتش واش صحيحه ولا واش صائبه. انا مجرد فكره بغيت نتقاسمها معاك وصافي ما تعتبرهاش شي حاجه كاع. ولكن ما كيبان لكش بانه بحال دابا جواجكم انتم بحال شي مهمه رسميه كتبانوا قدام الناس مجوجين وصافي ما واقعين ولا كوهابيتاسيون شي حاجه بحال هكذا على شي واحد ساكن معايا وصافي وصافي شي اللي كيبان رسميا يمكن ربما كاع. عرفتي علاش هذا الشيء؟ شوف سي مصطفى انا ممكن انا نمشي ونطلق ساعتي ونرجع
عندي هاد البوسيبيليتي ديال نطلق في الجلسه الاولى او الثانيه او الثالثه كاع وغادي نطلق وغنجي في حالتي. هذاك اختيار هذا ماشي ممكن ممكن عرفتي هادشي علاش دايره؟ ما بغيتش نهرسو، غادي نهرسو غيتهرس مزيان. راني بحال كنعطيه فرصه يهز راسو، مخليه يخدم راسو، فهمتيني؟ زعما يعول على راسو باش يدير شي حويجه لحياته، وديك الساعات الا بغى يمشي راه غيمشي بوحدو في نفس الوقت. ما يقول عليا راكي نزلتي لتحت ولا نزلتي للحضيض ولا ياك هكا كتفكري. الله يعطيك صحيحتك. واخا ما بغيتش باش لا بناته ولا انا، شتي انا براسي ما نسيتش العشره وما نسيتش حتى شي حاجه، ما نسيتش انني بغيته في واحد الوقت، وما نسيتش بزاف ديال الحاجات. كيحس في قلبي شي حوايج مني كنبقى غير بوحدي بيني وبين نفسي، كنبدا ندور كل شيء ونعمل دي فلاش باك في راسي وداك شيء، كنقول ربي كيرأف بينا وكيرحمنا، وحنا البشر بيناتنا ما كنرحموش بعضياتنا فلهذا كنبدا كنقول على الاقل غادي نعطيه فرصه ديال يهز راسو ماديا، يخدم شويه ويلقى راسو. هو ماشي شي واحد اللي ما عندوش كاع مقرض ولا نو لا لا انا، ولكن كلشي الاغلبيه ديالي انا نقدر نقول لك 95% ديالي وبالوراق وبكلشي، يعني ما غايدي مني والو. ما غايدي مني والو غير الا بغيت انا. الا بغيت بمحض الاراده ديالي وبهادي وبناتي ما يحيدهم ليش حتى شي شرع، غادي نهزهم بالسنان ديالي واش تصرع ما يحيدهم لي. الزواج ما عنديش الفكره ديالو ابدا، يعني انني مثلا نتزوج من بعد ونجيب انا راجل راني على بنياتي ولا لا. الا كان الاب دابا ولا بعض شي اباء كيغتصبوا بناتهم، انا غنجيب انا البراني نبقى ما كنعش، نبقى كندير بنت هنا وبنت هنا، لا اللهم لا ما نجيبش واحد براني على بناتي بصفه نهائيه، ولا كنفكر ذاك التفكير ولا عندي ذاك التفكير. قول هذا هو القضاء والقدر ديالي، هذا الشيء فين وصلني التفكير ديالك، فهمتيني؟ فين وصلتني الفهامه ديالي؟ لو شوا ديالي فين وصلني؟ وفهمتي وخصني ناسومي. خصك تكوني كديري التقدير ديالك للحوايج. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لدوك العيالات انا اللي هضروا. مرحبا مرحبا. وتا الرجال درتي غلط اسوم صافي، انا هذا الشيء اللي كنعرف انا غلطت في لو شوا ديالي. انت دابا الفكره يا رب صاحبني ما تلاقيت ما عرفت شكون دابا الفكره ديالك انا اللي قدرت نستوعب كفكره زعما رئيسيه ديال هذا البوح ديالك. هو دار الغلط خصو يودي، انت درتي الغلط ها انت وديتي ياك. واخا واخا واخا، انت درتي الغلط حيت كان الزواج ما متكافئش وما الاختيار ما كانش هو هذاك بالنسبه لك، وهو دار الغلط ديال الخيانه خصو يؤدي. لا ونزيدك حاجه سي مصطفى، دابا ملي جينا باش غنتزوجوا والدي عرفتي شحال سقطوا عليا، لانني انا في الاصل ماشي بنت المحمديه. شافوني في المحمديه وعامله المحلات هذه شكون هي اش كدير هنا كيفاش علاش سقطوا فيا مزيان، وصلوا للجدور ديالي انا الجدور انا العائله معروفين وصلوا للجدر ديالي وحنا عائلتي كاع ما سولوا عليه. الجواز والديه ناس مزيانين ايه، ولكن حنا ما بغيناهش غير على حقاش راه ما كاينش التكافؤ بيناتكم لا في قرايتك ولا سميتو ولا الامكانيات باش عايشين الاجتماعي ولا هذا، وراه غيطيح في شي حوايج ماشي مزيانين وراه غيوقع غيوقع. وكنعقل على الوالد ديالي قال لي واحد الكلمه، قال لي يا بنتي راه الراجل ملي كيكون ماديا ضعيف على المرأة راه كتوصل واحد الوقيته ما كيبقاش يرضى بها، بحال كتبقى تطعنو في الرجله ديالها. هكا قال لي الوالد. كاينين حالات. قلت له خلاص انت كتعقل على ما عرفت شنو، عاد جوده كتعقل عاد جوده، وبقيت كنقول له عقل لا بنتي
هادشي راه تجارب الناس وهادشي راه شنو ها شنو ها كيف هكا. راه قال لي راه قليل اللي كيعترف بالجميل ديال المراه الا كانت هي اللي شداته يعني اضراته كوناته وداكشي قال لي. وبدا كيجبد لي امثله بلي مارياج ميكست كيقول لي شوف كيشدوهم صانيات لي دي فرونسيز دي سويس وكيديروا لهم هادي وديروا لهم دي زافير وفي الاخر كيسمحوا كيجي كياخذ حنا المغرب كيتزوج حنا لالا فال من المحمديه كاينين بزاف الرجال او كاين بزاف النساء عشنا معاهم هادشي اللي قال لك الوالد ديالك وكاين بزاف الرجال اعترفوا لينا قالوا لنا بانه فعلا حنا ما كناش قدرنا هذوك النعم اللي كانوا عندنا ومنها انه نكحنا زوجات المال ديالهم وقدروا انهم يردونا في واحد الوضع اللي مزيان ولكن كل ما زدت بيناتنا فرص كنا كنعتقدوا بان هذه المراه غديرنا تحت الضغط ديالها وبدات ديك العلاقات الجانبيه ديالهم مثل الخيانه ولا مجموعه ديال الامور اللي كانت في حياتهم اللي غيرت مجرى كاع الحياه ديالهم ورداتهم اسفل سافلين يعني رداتهم في واحد الوضع اللي هو قبيح. youtube.com/mfmhd الى عمره سمع مني كلمه راه شتي واخا وقع هادشي اللي وقع راه ما سمعش مني كلمه انا درت لك سمعاش مني نهائيا وما عمره غيسمعها. كنقول انا الملنان للنار ما كنقولها لهش ما يسمعهاش مني هو ما نجرحوش خليته العاده بالضمير وحده هو عارف هادشي علاش انا غادي نبقى نقول له درت هو عارف ما قلت له غادي ندي فيه غير الذنوب غادي ناخذ غير الذنب فيه إلا اللي يعمل شي حاجه كيعملها هكا بمحبه إما كيعملها باش كيكسب اجر إما محبه في ذاك الانسان إما لانه هو طبعه هكاك إما كل واحد وهذه ما باش نبقاو نقولوا حنا درنا لا انا دابا كنشكي انا مضطره انني نحكي لك لان باش كنقرب الصوره انا باش نبقى نحكي للناس ونقول لهم عندي صديقات ديالي ما عمرهم عرفوا الحقيقه شنو هي كنستقبلوا الناس بزاف كيجوا عندنا ناس بزاف وهادي ما كنقولوا والو ما كان زعما ما كنقولوش راه انا اللي كندير هادي ولا انا اللي كندير هادي كلشي حنا كنهضر دائما بحنا حنا نوضوكي الفلانية حنا فوالا حنا ما كنقولش انا ولا انا هي ولادتي ولا انا هي ولا هضروا معي انا ما نهضروش معاه هو ولا نو بالعكس كيجي يهضر معايا شي واحد كيكون هو في الكاو كنقول نسيرو عنده نسيرو نهضرو مع الراجل الا في بعض الحالات ملي كيكونوا الاجانب مضطرين داك الساعه انا اللي كان انا هو ما عندوش لي لونغ ابار لو فرونسي ما عندوش شي لونغ انا متشكر لك الاخت فال من المحمدي على التواصل ديالك وعلى وجهه النظر ديالك وعلى عيشنا في التجربه ديالك اللي قدرت تنقل لنا ايضا صوره اخرى من الصور اللي لازم الناس تدركها. شكرا لك على التواصل ديالك.